المحترف. اخر فقراتنا النهارده كل الناس كانت بتتكلم على الجزء الخططي لمنتخبنا الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020، وخاصه امام المنتخب البرازيلي، ما بين مؤيد ما بين معارض لطريقه اللعب. دلوقتي في اخر فقرات المحترف هنعمل شكل معين وفقره التكتيك. طبعا ايهاب، زي ما بقول كل الناس كان عندها يمكن شويه ملاحظات فنيه لمنتخب مصر. خلينا نبدا بالاول التشكيله، تشكيله منتخب مصر امام المنتخب البرازيلي، وانت كان عندك تعليق شويه في عمليه التشكيل او شكل التشكيل كان ممكن يختلف اثناء المباراه. احنا بدانا طبعا طبيعي جدا ب 3-4-3، يعني كريم العراقي هو بيتقدم في الجزء دوت، فتوح بيتقدم في الجزء الشمال، بنتكلم على 3 حجازي اسامه والونش، قدامهم 4 العراقي اكرم عمار حمدي وفتوح، وثلاثه في القدام ما بين طاهر محمد طاهر رمضان صبحي واحمد ياسر ريان. دي التشكيله. كان وجهه نظرك او وجهه نظر ناس تانية ان في وقت من الاوقات كان لازم تتغير طريقه اللعب شويه ويبقى عندنا لاعب وسط بلاي ميكر عشان يقدر يوصل الكوره للجزء. خلي بالك احنا بنتكلم ان فتوح كان على المفروض انه كان على طول بيطير مع الجزء ده، وكريم العراقي اللي انت يمكن كان عندك بعض التحفظات على ادائه في المباراه دي. انا يا كابتن حتى ما شفتش ان احنا لعبنا 3-4-3، يعني انا شايف ان احنا لعبنا 5-4-1 اغلب فترات المباراه. يعني 5-4-1 يعني انت بتتكلم على ان فتوح كان بيرجع، كريم العراقي بيرجع، رمضان صبحي كمان بيرجع، و بنلعب رمضان وطاهر بنلعب. كمان كل اللعيبه بتاعتنا راجعه للدفاع، ما كانش فيه لعيب. واحمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان هيلاقي العرضيات منين؟ يعني حتى هيلاقي الدعم الهجومي ليه انه يحرز اهداف. انا الفكره نفسها لو بتأدي بشكل كويس كان المفروض لو احنا مثلا بنهاجم من ناحيه الشمال يبقى فتوح يوصل للجزء دوت، رمضان صبحي يخش لجوه بالظبط، طاهر محمد طاهر يضم هنا لجوه، وكريم العراقي يجي هنا في المنطقه دي، دايما يبقى واصل للجزء ده، ولازم واحد من الاثنين اكرم توفيق او عمار حمدي يكون مأمن في الحته ديت، فيبقى يكون عندك شكل مباشر ست لعيبه مع بالزبط. كريم العراقي مع فتوح وعمار حمدي كمان يزيد، وعندك اكرم توفيق يحط يعني الستاره، مع طبعا هيبقى موجود الونش هنا، وهيكون اسامه جلال هنا واحمد حجازي موجود. فعندك كنت ممكن تلعب بشكل هجومي حتى وبتلعب 3-4-3، لكن عدم وجود العراقي بشكل مميز او ما فيش كرات عرضيه، ان طاهر محمد طاهر كان كمان بيطلع على الطرف، وبالتالي ما فيش حته في العمق هنا، احمد او فتوح ما كانش بيوصل. فدي يعني احنا انفصلنا في المنطقه دي هجوميا خالص يا كابتن. يعني فتوح راجع ورا زي ما هو في مكانه، كريم العراقي راجع ورا جدا، طاهر ورمضان كانوا بيقفوا في المنطقتين دول، يعني رمضان زي ما حضرتك بتقول المفروض يكمل هنا وطاهر يكمل هنا، كانوا راجعين هنا. صحيح. وبالتالي اغلب الفترات كان احمد ياسر ريال لوحده في المنطقه دي، مش لاقي اي دعم هجومي. عمار حمدي تائه في الملعب لانه مش انت حاطه هاف ديفندر، المفروض مع الاثنين دول كان يتحط هاف ديفندر وتسيبه هو، تسيبه هو لعيب حر يعمل لك سنه. صحيح. انت الكابتن شوقي لما قال ان انا لما حتى سالوه على محمد عبد احمد عبد القادر افضل لاعب تقريبا شاب في الدوري في مركز بلاي ميكر، قال ان انا عندي اللعيب اللي معايا واللي مكمل وشغال اللي هو ناصر ماهر. صحيح. طب فين ناصر ماهر؟ دفع طبعا ده على مستوى تعالى انا وانت بس برضو مع الساده المشاهدين نشوف الهدف اللي دخل فينا او هدف البرازيل في منتخب مصر، وكان في مشكله هنوضحها على الشاشه من الاثنين الديفندر. احنا قلنا لازم يكون في اثنين ديفندر عندهم اداء دفاعي بحت، وكان عندنا مشكله بصراحه عند ناحيه اليمين عند كريم العراقي. تعال نبص الاول صوره للهدف لمنتخب البرازيل امام منتخبنا الاولمبي ونبدا نتكلم، لان الصوره كانت بتحكي بشكل مباشر قد ايه كان في خلل شويه من ناحيه كريم العراقي، كان في خلل من خلال الدور الدفاعي اللي طبعا بتتكلم على عمار. دي اول صوره بنتكلم ان طبيعي جدا ان منتخب البرازيل هو قطع الكره في الجزء ده، عندنا اكرم توفيق موجود بشكل كويس، عندنا اسامه جلال. الجزء ده لازم كريم العراقي كان يتواجد في الجزء دوت. ليه كريم العراقي لازم يكون موجود هنا؟ لان انت مش عايز تخلق مساحات، وبالتالي هيبقى سهل جدا جدا ان يكون الترحيل بشكل افضل، لكن تاخر العراقي كان بدايه برضو المشكله ان احنا عندنا مشكله. طبعا الونش وحجازي كانوا واقفين بشكل كويس، اضطر طبعا اسامه جلال انه يميل شويه، لكن على الشكل الدفاعي قبل طبعا الكره ما توصل لقدام كان في عندنا مشكله. في هنا لفته حاجه لفتك جايه، بص عمار فين؟ عمار طبعا ده العمار كمان فين؟ عمار بعيد اللي احنا بنتكلم فيه، المفروض ان عمار هاف ديفندر هنا،
المفروض يعني هنا جنب اكرم. صحيح المفروض هنا جنب اكرم. الارتداد كان يبقى اسرع. بص هنا يا كابتن فين الارتداد يبقى اسرع. ميوله الهجوميه اللي احنا قلنا عليها برضه. طيب. هنا صحيح. كريم العراقي ما قامش بالارتداد بتاعه، وده اللي انتبه ليه مدرب البرازيل. صحيح شافها وحضرتك تلاحظ خلال المباراه كان ريتشاردسون بيلعب في نص في قلب منطقه الجزاء. مظبوط رمى الناحيه بتاعه كريم العراقي. صحيح استغل التقدم كريم العراقي وسرحانه. مظبوط احترامي انا بقول سرحانه طوال المباراه والهدف جه بالطريقه دي. هي كمان الصوره الجايه هنوضح كمان الهدف هنا كمان الصوره واضحه جدا جدا ان في هنا 3 على 1 ومساحه فاضيه جدا في الجزء ده اللي كان لازم يتواجد فيه عمار حمدي. نتيجه ان اكرم توفيق لم هنا عشان يغطي تقدم كريم العراقي. كريم العراقي ما ارتدش. صحيح او جزء تاني ان احنا شايفين اكرم توفيق واقف في الجزء دوت والجزء ده فاضي. كان ممكن جدا لو العراقي موجود او يكون في تحرر في الحته دي ان لازم يكون المنطقه دي تتغطى. الجزء دوت كان فيه مشكله شويه. بص يا كابتن بعد التمريره المتقنه للبرازيل هنا اللي جت لتشارلسون ايه اللي حصل؟ اكرم توفيق على طول اتقدم من الناحيه دي قطع عشان يقفل عليه. الناحيه الثانيه اسامه جلال ساب قلب الدفاع في منطقه الجزاء وبرده لازم يرحل. لازم يرحل عشان يقفل عليه. المشكله دي كلها عملها كريم العراقي انه كان قدام. وكمان خلينا نتكلم في الوقت اللي اتقدم فيه اكرم هنا ده كمان عمار حمدي. أيوة. ده عمار حمدي ده لازم يكون الطبيعي جدا على الدايره هنا لازم يكون موجود هنا موجود على الدايره هنا بالظبط موجود هو عشان يغطي ان اكرم توفيق ان دخل اكرم توفيق دخل في المنطقه دي عشان يغطي على تشارلسون ويساعد قلب الدفاع. كان لازم على طول الارتداد السريع لاكرم لعمار حمدي يكون موجود في المنطقه دي بالظبط ويقوم بواجبات الهاف ديفندر. ما كانتش المنطقه تبقى فاضيه كده. صحيح وده خلينا نتكلم كمان ان اكيد كل اللي بنتكلم عليه ده جزء من الثانيه في المباراه لكن كنا محتاجين طبعا يكون في 2 ديفندر على مستوى عالي ممكن يكون 1-6 1-8 يعني واحد عنده القدره الهجوميه والدفاعيه. ممكن امام عاشور كان ممكن يكون افضل في المبارزه دي. ده طبعا الهدف وزي ما بقول لك هو هنا حجازي والونش حاولوا يعملوا بلوك والكره طبعا راحها في منطقه صعبه جدا. ماتيوس كونها استلم الكره مفيش رقابه خالص زي ما قلنا لان لا في لاعب الهاف ديفندر ولا المدافع الديفندر معاه وركنها بسهوله كره لا يسال عنها الشناوي تماما لانه ركنها في اقصى صعبه جدا لكنها ضربه جزاء يعني بالظبط يعني ركنها بسهوله هي بالظبط زي ما حضرتك التوصيف الادق ليها هي ضربه جزاء. صحيح هو لعيب جاله كره بدون مراقبه مفيش مضايقه عليه مفيش حد قفل عليه وسدد الكره بسهوله. يمكن اخر صوره هنتكلم فيها ليه ما كانش فيه شكل هجومي مباشر لمنتخب مصر. بص المساحات ما بين خطوط منتخب البرازيل كلها فاضيه يعني لازم جدا كان احمد ياسر ريني دوم بيخش فيها طاهر محمد طاهر لجوه الاطراف لازم تكون على جنب فالمنظر ده المنظر الطبيعي لكن احنا سهلنا الامور جدا على منتخب البرازيل بيلعب الاربعه بتوع خط الدار قدامهم 3 بتوع نص الملعب كل الناس ما بتتحركش المسافات ما بين الخطوط ما كانتش موجوده احمد ياسر ريان كان بيطلع لبره نفس الجزء دوت طاهر محمد طاهر بيبقى بره فالشاد اللي موجود ده كان لازم يكون موجود فيه راس حربه يا اما رقم 10 لازم رقم 10 هو ده اللي احنا بنقول ان البلاي ميكر المنتخب بتاعنا افتقده ده هو اللي هيرجع ده الجون. بس نقف هنا في اللحظه اللي اتلعبت فيه الكوره اعتقد كان يبقى لازم يكون موجود فيه ديفندر. الموضوع كان صعب جدا على محمد الشناوي لكن الجزء ان الكوره اتلعبت من الجزء دوت في مساحه فاضيه هو ده كان مشكلتنا اللي لازم كان يكون في ارتداد سريع جدا من عمار حمدي لازم يكون في ضغط اكتر حتى على مستوى البلوك بنتكلم على حجازي وعلى الونش ان يكون خطوه لقدام اكتر شويه. يا كابتن هو لعيبه النص كشفتهم يعني صحيح. حجازي والونش بقوا مكشوفين صحيح يعني هو ما بقاش عارف يعمل ايه حتى صحيح. اللقطه الكره الكاميرا لما جت على وش حجازي والونش بعد الكره صحيح. هو مش عارف يجري مع المهاجم اللي داخل المنطقه ولا يروح هناك مع الشخص. الصوره دي كمان بتبين قد ايه كان الخوف والرعب ان احنا كنا بنلعب في وقت من الاوقات 9 لعيبه للمنتخب المصري ضد 6 لعيبه للمنتخب البرازيلي. التوزيع حتى على مستوى الدفاع انك بتوزع الدفاع بشكل كويس ما كانش موجود عدد كبير جدا ملوش لازمه كان ممكن جدا يبقى طاهر موجود قدام انت ممكن تدافع بـ8 لاعبين وبتخلي 2 لعيبه قدام تعتمد هجمه مرتده توصل لهم يروح صحيح. بسرعه صحيح لكن لما بص يا كابتن 9 لعيبه جون لعيب قدام لوحده وبرغم ذلك وده اللي انا بقوله ان احنا حتى ما قدمناش جيم دفاعي كانت كل تمريرات المنتخب البرازيلي دقيقه بتوصل للعيبته صحيح طبعا في النهايه طبعا بنشكرك طبعا ايهاب نورتنا وشرفتنا وكنت ضيف عزيز وان شاء الله تتواجد معانا اكيد في ايام كتيره في المحترف.